من جديد في رأي عام، وزي ما قلنا قبل الفاصل بنتكلم عن الشهامة. هل مسألة الشهامة عند المصريين هي مسألة أو عملة نادرة، حاجة استثنائية علشان نحتفي بيها، ولا الشهامة جزء من جينات المصريين؟ ليه بنحتفي بالنماذج اللي بتقدم مواقف شهمة؟ هل لأن هذه المواقف أصبحت يعني نادرة في الحياة العامة ولا لا؟ النماذج السيئة طبعا كتيرة جدا، لكن إحنا النهاردة هنتكلم عن النماذج الجيدة، النماذج اللي بتحيي الأمل في نفوسنا إن المصريين شعب شهم بطبعه. حبينا نعرض هذه النماذج، بعض هذه النماذج، ونحتفل بيهم ونسلط الضوء على المواقف اللي ظهرت من خلالها شهامتهم. خلوني أرحب بضيوفي في الاستوديو. الأستاذ محمود سيد، الأستاذ محمود سيد اللي على يميني على مباشرة. الأستاذ محمود أنقذ فتاة من الخطف في الإسماعيلية، أهلا بحضرتك يا أستاذ محمود. الأستاذ أحمد العربي، سواق توك توك رجع 250,000 جنيه لسيدة في محافظة البحيرة، أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بك. والحاج شعبان سيد، خال ضحية تحرش في البساتين، مش كده؟ السيد طاطم إبراهيم الضحية في البساتين. في البساتين. أهلا بحضرتك يا حاج شعبان. وطبعا صديقنا العزيز الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. طيب قبل ما نبدأ النقاش نسمع شهادات جيران الشاب اللي أنقذ سيدة من التحرش في البساتين، وسيد طبعا، ودفع حياته ثمن لهذه الشهامة. دي كانت بعض شهادات جيران ومعارف مرحوم سيد. سيد حاج شعبان طبعا بقاء لله. سيد ابن أختك، احكي لنا الحكاية حصلت ازاي. والله يا دكتور انا صليت المغرب، بعد ما جيت من الشغل نزلت اصلي المغرب وطلعت، جيت المدام عندي تتكلم مش عارف اجيبها لك ازاي. في ايه يا بنتي؟ قلت ده سيد غزل بنطوه وفي المستشفى، في عين المستشفى، قلت في المبره مباراه المعادي. نزلت على الشارع خدت تاكس، جالي قابلني الاخ اللي كان بيتكلم دلوقتي مجدي، يا مجدي قال لي سيد مات. خارج يعني الى ابعد الحدود، نار، ما مش عارف انا اروح فين يعني. كانوا في ناس بيتحرشوا بالسيده دي، كانت في ست، الست دي كانت جايه تاخد فطار ساعة الظهر، هو بيفتح المحل، هو مكواجي، هو مكواجي المحل جنب المطعم. فالست بتستغيث، شارع السد اللي عايز حضرتك فيه الاف معديه، بتستغيث حد بينكزها، عايز حد ينكزها. هما يعني بيتحرشوا بيها كانوا، هو بيتحرش بيها، ما اتحرش بيها وماسكها، يعني ماسكها حضرتك، ماسكها اعتدى عليها ومناطق حساسه ما ينفعش نتكلم فيها على ان ده عرض ناس يعني. فراح دخل عليه معاه كسام، كان معاه سطور، دخل عليه هو واخوه، خدوا منه البنت، واخوه هو خد السكين اعطاها لاخوه، راح رماها في المحل وخد الواد ومشي، وهو ومشى البنت مشت، خدت ابنها وابنها معاه طول 8 سنين بيبكي ويقول امي 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 يعني في الشارع، ما فيش حد، ما مش عارف اقول لحضرتك ايه بجد يعني. مشت. الموضوع كان الساعة 2 الظهر 2 ونص، الساعة 4 ونص جت البنت دي هي وأهلها، قابلهم برضو سيد تاني هو وأخوه. طب اللي كانوا عايزين يعتدوا عليه خلاص مشوا؟ مشوا. طيب مشت، هو مشوا، مشاهم هو ساكنين اللي كان هيعتدى عليها في الشارع عند سيد، ساكنين مع بعضهم في الشارع. أما البنت جابت أهلها وجت الساعة 4 ونص. ليه؟ يعني انت حضرتك يعني انت يعني عشان بيشوف مين اللي اعتدى على بنته، وانت ازاي بتعتدى على بنته وتنايمها في الشارع وكلام يعني ما ينفعش يتقال على الهواء يعني ما ينفعش، عندنا اعراض برضه يعني. تمام.
فقال له طب يا حبيبي احنا فضينا المشكله واللي انت عايزه هنعمله لك. قالت انا هعمل محضر. قلنا لا بس اهدي لما قال له اهدي لما نشوف الدنيا في ايه وبعدين هنروح نعمل محضر. المهم راحت عمل محضر ومشاهم، راحت الاسم تعمل محضر، احنا رحنا هناك يعني. فواحد جاي بيقول الواد ده اللي هو اللي ضرب ابن اختي انا ما اعرفوش. انا اسف معلش. لا ولا يهمك. فبقول له احنا عايزين نلم الدور ونروح للناس دي عشان راح تعمل محضر ولم الدنيا كلها. فقال له بقى انت يا سيد بتاخد مني بتاخد مني البيت؟ انا هنقدمك على عمرك. قال له يا عم روح انت هتعمل حاجه. طيب يعني ما عيب احنا جيران. قال له لا ما احناش جيران. راح مطلع المطوه من جيبه وراح شايف قلبه طلعها من قلبه راح واقطع دراعه بيها. اخوه جاي يجري راح واكله هنا كده. اخو سيد. اخو سيد. فانا طلعت على اسم البستين في حضرتك اربع كاميرات واخدهم اسم واخدينهم اسم البستين والمحكمه والنيابه محتفظين بيهم متصوره كل حاجه كل كلمه انا اقولها لحضرتك متصوره في النيابه. طلعنا على من الاسم للنيابه خلصت التحقيقات الساعه 7 الصبح استلمت ابني ابن اختي من زينهم رحت المشرحه خدت عربيه رحت خدت العربيه رحت جبته من المستشفى المبرة طلعت بيه على المشرحة نار برا عنك ماتت فيها أكيد أكيد نيل العالم كله جوايا أكيد الله يرحمه ويحسن إليه. فأنا بطالب بحاجة يعني معلش أنا آسف بناشد العالم كله إن حق ابن أختي ما يروحش. ابن أختي مات بسبب احترام للناس وللشرع وللدين وشهمته. ما بقولش اللي احنا نعمل كده في بعض صحيح يعني مسيحي او مسلم صحيح. طيب انا هرجع لك مره ثانيه حاج شعبان بس خليني اروح لاحمد. احمد انت سواق توك توك مش سواق توك توك في فين بالظبط؟ محافظه البحيره مركز ايتال البارود. في ايتال البارود في البحيره. انت لقيت مبلغ مالي جوه التوك توك؟ تمام. مش كام المبلغ؟ 250,000. 250,000 جنيه. اول حاجه فكرت فيها عملت ايه؟ اولا هم ما كانوش معايا. كانوا مع توك توك تاني. اللي هم كانوا راكبين فيه اللي هم الناس اللي هم اللي سنسوا فلوس. فانا شفت الموقف قدامي هم نزلوا من التوك توك مشي. الست انهارت من العياط واولادها وجوزها فلوسي. فانا وقفت يعني شفت الموقف صعبت عليا الست واولادها. فهم قالوا على مواصفات توك توك مش نفس التوك توك اللي هو كان موجود فيه الحاجة. فقعدت نشتغل اشتغلت ساعة ونص كده فوقفت لقيت برضو ابن قريتي برضو محمد فرج عويس بيقول لي أنا لقيت شنطة. فأنا لفيت وفتحت الشنطة لقيت فيها فلوس. أنت؟ أنا. هو ما فتحهاش. تمام؟ ما نعرفش ازاي انا خدت الشنطه في التوك توك معايا وطرت. تدور على الست. كانوا سايبين رقم تليفونهم في الجامع. يعني بحيث ان لو حد هم اساسا فقدوا الامل فيه. فقدوا الامل. رحت رايح الجامع جبت رقم تليفونه هو اسمه المهندس جمال عاشور. رننا عليه جالنا على طول هو والزوجه والاولاد فلوس الحمد لله ما كانوش مصدقين الموقف طبعا. خدته قلت له عد فلوسك الاول قبل ما نمشي. وعد فلوسه وحمد ربنا والمال الحلال ما بيروحش يعني. صحيح. ساعة ما يعني عملت الموقف ده كان معاك كام في جيبك؟ 25 جنيه. 25 جنيه يعني مبلغ قريب شويه من المبلغ اللي انت لقيته الحمد لله. طب قول لي احمد انت بتكسب كام في اليوم؟ سواء التوك توك يعني بيدخل بيده 50 وبيفول ب 40. مفهوم. سواء التوك توك هيدخل ايه؟ مفهوم. ومش كل يعني الناس واخده فكره وحشه عن التكاتك واخده فكره وحشه عن سواء التاكسي. في برضه الناس محترمه وفي ناس
يعني في ناس كتير بتنسى تليفونات. ما فكرتش لحظه كده انك انت تاخد المبلغ ده وتعمل مشروع وبتاع وكده انت وال... لا الحاجه الوحيده اللي فكرت فيها ان انا ارجع الفلوس. الفلوس اللي عندي لو شفت منظر الست وزوجها والاولاد يعني انهيار، وكان في غربه كمان يعني ما كانش كانش لهم بالسهل. 250,000 جنيه. 250,000. محمود انت سواق تاكسي في الاسماعيليه مش كده؟ الاسماعيليه مدينه رائعه طبعا بحبها جدا. طلع معاك واحد وواحده، ايه اللي حصل؟ احكي لي الموقف. يوم الجمعه 30 الشهر اللي فات دوت ركب معايا واحد صعيدي وكان معاه بنت طفله صغيره. المهم لما جه ركب معايا في العربيه انا شكيت فيه، مش شبه من شبه البنت يعني، البنت شكلها كويس اموره يعني، وهو شكله غيرها تماما يعني. وبعد كده انا حسيت من كلامه معايا بكذب. كان يعني البنت عندها كم سنه؟ 8 سنين. 8 سنين. فلما حسيت بالكذب من كلامه، لما جه نزل معايا من العربيه انا فضلت ماشي وراه اكتر من ساعه يعني، لحد ما وصل في مكان لقيته واقف بالبنت جوه. هو كان قايل لي قبلها ان هو شغال بواب في عماره. فلما لقيته بعد عن المكان اللي هو كان مشاور لي عليه اللي هو شغال فيه ودخل في مكان تاني في جناين وكده، فانا صممت ان انا مش وراه ما اسيبهوش يعني ورا البنت. ففضلت ماشي وراه لحد ما دخل هو والبنت في مكان متداري كده يعني. فاول ما هو دخل المكان ده يعني ما وقفش بيها بالظبط ثانيه، انا ندهت عليه. لما انا ندهت عليه ضرب البنت وطلع يجري. طلع يجري طبعا، فضلت اجري وراه لحد ما مسكته ضربته، حتى هو عورني كم تعويره كده يعني، بس كان مسلح قطر في ايده وكان مخدر البنت طفله حاله دي. الحمد لله كتفته وجات الحكومه استلمته ولقى على تليفونه كمان صور لبنات من نفس سن حالها يعني، ربنا يحفظها. كان برضو ما خفتش محمود انه يكون معاه سلاح مسدس ولا حاجه ولا؟ والله العظيم انا ما شفتش غير البنت قدامي بصراحه، ما كنتش حاسب لها اي حساب تاني. الحاجه الوحيده اللي كنت حاططها في دماغي ان انا انقذ الطفله دي باي ثمن بقى. طيب انا قبل ما اروح للدكتور سعيد خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع للدكتور سعيد. صار محمود سيد أحمد شاب مصري يعمل سائقا، حظي بشعبية كبيرة في قريته بالإسماعيلية بعدما استطاع أن ينقذ طفلة من الخطف من أحد العمال، موقف ليس بالجديد عليه مثلما أكد والداه. إحنا معودينهم على كده على الترقة، ما يبقاش هو ما يحبش نفسه بس يحب الناس، وأي حاجة برة شافها غلط لازم يقف جنب أي حد، لازم يقف جنب اي حد، وهو واجب عليه ان هو كان لازم يعمل كده، ولو ما عملش كده انا كنت هزعل منه. ومحمود لما جاني في يوم بيقول لي ابو على الموضوع اللي حصل معاه دوت بتاع حلا، وبيحكي لي الموضوع انا ووالدته، قلت له يا ابني طبعا اي راجل، احنا ما عندناش بنات بس دي بنت زي بنتنا زي اختنا، قلت له دي زي اختك لازم تعمل المستحيل عشانها، والحمد لله اللي ربنا نجاك ونجاها وطلعتها من ايد المجرم ده. الشهامة والشجاعة ومساعدة الغير صفات اكد جيران محمود امتلاكه اياها، ليأتي موقف انقاذه للطفلة ليزيد من رصيد محبة محمود لدى اهالي قريته. والله محمود جارنا من زمان واطور ابن من ابنائنا، ونعمل اخلاق من صغره ونعمل تربيه ونعمل شهامه والاخلاص، بس ما كانش كانت فيه اصابات ديت ما كانش تعرض لنفسه للخطر عشان ينقذ بنت بريئه زي كده. محمود جدع وكويس وجاري وشهم وكفايه يعني انقذ بنت من ان كان يخطفها. محمود ده ابني بمعنى الكلمه، ان هو ابني مش قادره اقول لحضرتك، رجوله وحب وعطاء وحنان. نموذج مصري جديد يضاف إلى أقرانه من المصريين الشجعان، واحد من نماذج كثيرة تؤكد أن أهم ما يميز المصريين هما صفة المروءة والشجاعة. بعد ما شفنا التقرير ده عن محمود وسمعنا ثلاث قصص يعني، أنا عايز أسمع دكتور سعيد تعليقك على اللي حضرتك سمعته. و السؤال اللي احنا يمكن بدأنا بيه، هل الشهامة يعني موجودة في المجتمع المصري بقوة، ولا تطورات الأخيرة الاقتصادية الناس والجرائم اللي بتحصل يعني مقللة شوية الشهامة؟ شوف الشهامة موجودة والأنانية موجودة في كل المجتمعات. المشكلة ساعات احنا بنركز على الأنانية وبنخبي موضوع الشهامة. فطبعا القصص اللي احنا شفناها النهارده من قاع المجتمع المصري من قلبه
وشفنا ان الناس حتى اللي اشتركوا في هذه العمليات كلهم ليهم سمعه جيده جدا وما هيش اول مره. كل اللي حواليهم اتعامل معاهم بيحس ان هم بيقفوا معاهم. شفنا مع المرحوم سيد ان كل المنطقه بتحبه كله يعني لم محدش انتقد خالص، بالعكس. في القصه بتاعت المرحوم سيد احنا بنثير المشكله او المرض المزمن في المجتمع المصري وهو موضوع التحرش، ودي يعني احنا بقالنا 20 30 سنه بنقول ان هتؤدي دايما الى قتل. واحد بشوف اختي ولا مراتي ولا بنتي بحد بيتحرش بيها هيحصل حاجه، حتى لو ما ليهاش اي علاقه. خلي بالك موضوع الشهامه مش اني ادافع عن حد قرايبي، انما حد مش قرايبي، حد ما اعرفوش. ففي حاله السيد ما يعرفهاش، وفي الحالات اللي قد بردك ما يعرفهاش، بسواق التوك توك ما يعرفش العيله ديت ولا عنده فكره عنها، في الحاله ايضا الطفله ديت لا هي قريبته ولا بنته ولا جارته ولا حاجه. هنا بيبصوا ايه على، بيحس ان هو في نفس الموقع، طب هيحصل لي ايه لو انا عملت كده؟ وعنده طبعا احساس قوي جدا بالاخلاق الحميده، وانه بيرفض خالص انه يعني يغمض عينه عن الجريمه حتى لو كانت ثمن غالي. يمكن كتير ما كانوش عاملين حسابهم ان ممكن ده يبقى معاه سلاح، يمكن معاه شعبيه، يمكن يتفاجئوا بعد كده. لكن الشيء اللي في دماغه انه لن يسمح بالشر ان ينتصف. فطبعا ده كان واضح جدا. وشوف طبعا كل التعاطف، كل الاعلام دلوقتي بيغطي هؤلاء الابطال، لكن مش هيغطي المجرمين اللي عملوا كده. صحيح، واخد بالك؟ فده شيء مهم جدا. المجتمع المصري محتاج ان الاعلام يركز على هؤلاء الابطال وهؤلاء الظروف، ويشوف ويتابع كل حاله اللي نتج عنها. دلوقتي في موضوع حاله الشهيد سيد، دلوقتي عنده بنت، وزارة الشؤون الاجتماعية لازم تساعدها، محتاجة أيضا مساعدة نفسية. احنا دايما عندنا المشكلة ديت في مصر، بيحصل مثلا جريمة أو حادثة، وعندنا حوادث عربيات كتيرة قوي، بيحصل كارثة وعندك أطفال، ما عنديش حد بيتعامل مع الضحايا من ناحية النفسية، أيضا من ناحية الاقتصادية. إذا كان الشهيد سيد ده كان بيرعى عائلته، ومين اللي هيساعدهم دلوقتي؟ فأنا أرجو من وزارة الشؤون الاجتماعية أنها تعمل حاجة. أيضا أرجو من وزارة الداخلية يبقى عندها خطة استراتيجية لكل الأحياء الشعبية، أن يبقى فيها متابعة للبلطجية واللصوص، وأيضا يبقى في كل أسبوع أسبوع حاسم وعقوبات رادعة للتحرش، لأن ده أصبح الآن وباء في المجتمع المصري متوطن، محتاج. لأن دوت هيؤدي لنا لأكثر من شهيد سيد بعد كده هوت، واخد بالك؟ موضوع خطف الأطفال دي برضك كارثة. ما هو برضك عندي مشكلة في المجتمع المصري، ساعات الناس بتترك أطفالها، وساعات دول عندك ناس مجرمين ومتخصصين في الأطفال وبيجوا وهم يعملوا هذه الهجمات. طبعا أنا محتاج برضك وعي لهذا الموضوع. أيضا في موضوع التوك توك، انا ارجو برضك ان الناس اللي عملت هذا المجهود واموال قليله جدا، ان المجتمع المدني المصري، الشركات والبتاع، يعملوا تبرعات برضك للناس ويساعدوهم علشان يحفزوا ويعملوا نموذج، امثال يعملوا ده نموذج، ويعرفوا ان كل اللي بيعمل حاجه شهمه بيكافئ، بينما اللي بيعمل حاجات شريره يعاقب. ويرجو برضك متابعه حاله المجرم اللي عمل هذا الاعتداء، والمحاكمه هيحصل فيها قاتل. ايه وكل كل الاجراءات، بحيث ان الاعلام لا يترك هذه القضيه تمر دون عقاب. صحيح صحيح، واحنا يعني معاك في كل اللي انت حضرتك قلته دكتور سعيد. حاج شعبان، يمكن احنا عرفنا انه المرحوم سيد عنده بنت واحده، مش كده؟ عندها 10 سنين، واخته ضريره، واخته ضريره، وهو دي ست كبيره. بس انا فوق كل ده يا باشا، انا ما حصل من حضرتك، انا بطالب بحاجه واحده بس، يكشف دول يموتوا من الجوع مش مشكله عندي. انا طالب باعدام الراجل ده بحكم معجل، لاني عشان ما اخشش في شريحه ثانيه. ما ينفعش انا ابن اختي اروح اخده من درج الثلاجه كده واروح ادفنه ودمه لسه ما نشفش وهو بياكل وبيشرب وعايش حياته وحياته لما انت نادي. بالتاكيد بالتاكيد القضاء والعداله هتاخد مجراها. انا بناشد العالم كله، انا مش عايز حاجه غير ان انا ابن اختي حقه يجيله، مش لا طالب لا مال
ولا طالب حاجه، مش طالب حاجه، مستوره والله والحمد لله ماشيين بمرض الله، ولكن انا اصحى ابن اختي بالتاكيد. يعني حق شعبان احنا بنتفهم مشاعرك وبنتفهم انا اسف يعني مطالبتك ديا، بس القضاء سيقول كلمته، يعني القضاء هيقول كلمته. طب انت عندك معلش انا عارف، انا اسف معلش، انا راجل فلاح. لا تحت امرك، لا انت على عنا وعلى راسك. لا تحت امرك. النيابه عندها فيديوهات مسجله من محلات واخدينها، تمام، المباحث واخدين برضك الافلام دي وشافوها بشهادة الشهود وشرع كل شاهد راح الاسم وشاهد. طب انت مستني ايه عليا؟ يعني انا معلش انا ممكن عيل يفلت مني كده اروح يجيب اخوه يجيب ابن عمه. الحادثه مر عليها كام يوم؟ الحادثه مرت عليها اسبوع. طيب. واخد 15. طيب ما هو اسبوع يعني لسه، يعني ما هو في تحقيقات وفي اجراءات، ما فيش حكم بيجي. والله دي ما محتاجه تحصوم. السرق سريه يا باشا. ما انا فاهم يا باشا، مش سرق سريه، ده عرض. بس القانون ده عرض بنت من بنات، ما احنا ما نعرفش هي مسيحيه او مسلمه ودخل عليها مال. القانون سياخذ مجراه، ده اللي احنا متاكدين منه. خليها بنت اي حد فينا يعني. يكون واثق، انا معلش انا اسف، يعني يكون واثق ثقه تامه انه القانون سياخذ مجراه. انا عايز اضيف حاجه في الموضوع دوت. معلش انا اسف. في الهجمه اللي حصلت على هذه الفتاه لما الشهيد بيحاول يدافع عنها، المجرم بيقول له انت ما تدافعش عنها، دي مسيحيه. دي مسيحيه، هذه الطائفيه اللي موجوده، الثقافه الطائفيه اللي موجوده لازم تحارب، لازم تحارب هذه الثقافه الطائفيه. صحيح. لان ده واضح جدا ان هذه إن هل انها شيعة ولا سنه ولا مش عارف ايه ولا بالتاكيد المرحوم سيد. لا، كل مصر عارفه الموضوع ان الفتاه او السيده كانت مسيحيه الديانه، لكنها في النهايه مصريه وفي النهايه انسانه وفي النهايه يعني يا عمري بيه لو سمحت بعد اذنك، الدين دين الله والملك للجميع. صحيح. انت مش تيجي على حساب بتحاسبني على حاجه مش بتاعتي. انا بتكلم في راجل النهارده عقلاني يخش المطعم عشان يجيب واحده يعمل ما يعني. صحيح. ما ينفعش. صحيح. فهل ده جزاء بقى ابن اختي يموت فيها وهو لسه عايش؟ القانون هياخد مجراه. القانون هياخد مجراه. يعني القانون ممكن ياخد سنه واثنين وثلاثه ويقول تاخد مجراه يا صاحبي؟ هفكرك اسرع من كده بكتير، اسرع من كده بكتير، بس في اجراءات. احنا يعني في دوله، مش في يعني احنا عشان في دوله واكيد حضرتك عندك وعي وعارف. لما هو جاب اخواته وجاب ولاد عمه وجاب قرايب، واحنا هناخد حقنا بالشارع، واحنا وهتبقى فتنه ملاهي. يعني لا، مش كان ممكن يموت فيها واحد واثنين وثلاثه وعشره. مش هيكون، مش بس هيكون. بس هو انقذ المره، قال له لا احنا جيران وحبايب وهنجي لك البيت و صحيح. فمذا مش جزاء ابن اختي يموت، هياخد حقه وهيرجع له حقه باذن الله، وناركم هتبرد باذن الله ان شاء الله. ربنا يوفقك يا عم. اخ احمد، يعني الناس عندك في البلد لما عرفوا بالموضوع ده يعني كانوا بيتعاملوا معك ازاي، او كان رد فعلهم ازاي؟ كانوا مبسوطين طبعا ان يعني شهامه برضو ورجوله ما حدش في صحابك كده يعني كلمني بصراحه قال لكش انك انت احمد انت عبيط كتير؟ والله كتير يا راجل. اه والله. قالوا لك ايه؟ ما فكرتش يا عم تاخد هم وتعمل اي مشروع، تاخد هم وتجيب عربيه. بس هتعمل ايه يعني؟ ما قلت لهم ايه دول؟ هرد عليهم يا ربنا يكفينا شر الحرام. الحمد لله. يعني قالوها لك؟ قالوها لي فعلا. انا كده افترضت كده بس. لا فعلا قالوها لي. قالوها لي. لو كانوا معايا انا ما كنتش وديتهم. زي برضو ما في نفس ضعيفة. اقول لك الغالبية قالت لك يعني برافو عليك وانت انسان. ايوه طبعا الغالبية. والاقلية قالوا لك؟ الاقلية قالوا لي كده. احمد انت مخلص ايه؟ دارس؟ اعدادية. بس بسم الله ما شاء الله يعني وعي و الاخلاق صحيح الاخلاق ما لهاش دعوه بالعلامه. ده ما في دكاتره حراميه وقتالين قتلة يعني ما صحيح ما علاقه يعني. صحيح. محمود برضو يعني انت طبعا يعني طبعا بحييك، وكل مصر بتحييك وكل الدنيا بتحييك على شهامتك وعلى موقفك الرجولي وعدم خوفك، انه يعني فعلا موقف زي ده اكيد اي انسان يكون في مكانك شهم هيقوم باللي انت قمت بيه. بس في النهايه النفس البشريه اكيد في حسابات كده، في لحظه معينه اكيد انت يعني جاء في بالك انه ممكن يكون عنده سلاح، انه في حد مستنيه في الزراعات اللي دخل بيها اللي دخل فيها مع البنت الصغيره دي. يعني ده كله ما جاش في بالك وانت؟ ما فيش اي حاجه من دي جت في بالي خالص.
وبعدين دايما اللي بيعمل حاجه صح وحاجه فيها خير بيبقى الحامي فيها هو الله. ما بيقلقش من اي حاجه. ما حدش بياخد اكتر من عمره وما حدش بياخد الروح غير الخلق. ده انت عندك كام سنه؟ انا 28 سنه. متجوز؟ لا مش متجوز. ان شاء الله باذن الله كده يعني يعني الموقف ده هيكون معاك طول حياتك واولادك واحفادك ان شاء الله فعلا. هيقولوا انه ابونا كان كفايه ان هو عرفني بناس زي اهل حلا طبعا يعني وبحلا بالذات يعني حاجه جميله جدا. هم دلوقتي بيعتبروك واحد منهم فعلا. ده حقيقه بجد والله. معانا والد حلا. طب ده كويس جدا. الاستاذ استاذ مين؟ استاذ محمد. استاذ محمد زكي مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. اهلا بحضرتك. مش عارف اذا كنت متابعنا ولا لا بس احنا معانا الاخ محمود وطبعا كلنا بنقول لمحمود يعني بنحييه اولا وبنقول لحضرتك يعني الف حمد لله على سلامه حلا وكويس جدا انه المجتمع المصري فيه زي محمود مش كده؟ طبعا 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 حضرتك ده شهامه المصريين حضرتك. محمود ده صراحه يعني عمل انجاز ما يعني ما يعملوش الا واحد مصري شهم يعني وانا بعتبره زي ابني يعني مش اي حاجه يعني. محمود ده من الناس المحترمه ده انقذ مش انقذ حدا ده انقذ عيله كانت هتهدم يعني الحمد لله الحمد لله وانا بشكره من عند حضرتك يعني. ربنا يخليك. بس انت لما عرفت بالموضوع ده يعني اول حاجه فكرت فيها ايه يا استاذ محمد؟ طبعا حضرتك البنت حضرتك نزلت ما فيش خمس دقايق ما تلاقيتهاش. قلت اتخطفت. اتخطفت قعدنا ندور عليها في الشارع ما تلاقيناهاش. اخد بال حضرتك لفينا احنا والجيران وهنا 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 لحد الحمد لله ما جالنا خبر ان محمود انقذها وربنا كرمنا يعني الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله محمود يعني الحمد لله. الحمد لله. وانا بشكره من عند حضرتك يعني. ربنا يخليك. شكرا جزيلا استاذ محمد والد حلا. ويعني مش عارف دكتور سعيد يعني النماذج اللي زي دي انا بضم صوتي لصوت حضرتك مره ثانيه علشان انه لازم يتم القاء الضوء عليها بشكل اكبر علشان نبرهن ان هذه النماذج هي التي يجب ان دي المفترض انها تكون نمبر 1 مش حد ثاني. بالظبط. خلي بالك الاعلام بيلعب دور مهم جدا تعليمي. يعني انا لما بطلع نماذج يعني زي الابطال دول والشهيد سيد انا بدي اشاره للمجتمع المصري انه يتصدى للشر. الناس بتعتقد ساعات ان الشر اكبر من الخير. الحقيقه العكس، احنا عندنا خير لكن ساعات من الاعلام والتغطيه اللي كده بتطلع الشر 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 فالناس بتفتكر انها ضعيفه. انتوا مش ضعاف. السوشيال ميديا كمان انتوا مش ضعاف. احنا اقوياء. الخير في قوة وفي يعني ما بيخافش. خلي بالك النموذج الشهيد السيد اهو ده ضحى بحياته وفي ناس ما يعرفهاش. خلي بالك ما فيش مصلحة خاصة هو داخل فيها. ما كانش هيدفعوا له فلوس، ما كانش هيطلع في الإعلام وما كانش في حاجة ولا كان وافتكر اغلب اللي عملوا اللي احنا شفناه ده ما كانش على بالهم ان هيطلع فيه مكافاه او هيطلعوا في التلفزيون او صحيح. حد هيديهم جايزه. ما فيش حاجه. اللحظه ديت لحظه الضمير، لحظه الانسانيه، لحظه اني بنقذ انسان مش متوقع حاجه. انا مش ما كانش متخيل ان هيديله حاجه او هياخد صحيح. اي شيء صحيح. انا بالعكس وديك شفت بعض الناس كانوا بيشتغلوا ازاي ترجع الفلوس. انت حد يعمل عنده فرصه دي ويضيع يرجعها مع انه طبعا هو بص بردك شاف ان لو كان حصل له كده او حد لعيلته ناس اشتغلت في دوله خليجيه وطلعوا ورجعوا وعانوا وبعدين فجاه فلوسهم تضيع فجاه كان هيحسوا بايه؟ ايوه ممكن ابقى مبسوط واخدت فلوس جات لي من الهواء لكن انت شوف تاثير ده على الناس اللي كانت هتجوز بيها يعمل بيها مشروع كذا كذا. نفس الشيء انقاذ الفتاه الصغيره دي الطفله اللي اتخطفت ديت ما هو دي بردك كارثه. يعني ما يبقى في بيت بنت بتتخطب في سن صغير وطبعا عندنا ناس مجرمين محتاجين برضك ان قبض حديدي. أي موجوده ما حدش بيقول حاجه ما حدش بيقول حاجه. انا يعني انا اتمنى برضك ان الامن المجتمعي يزداد.
يعني عايز الامن يعني ده كان والوعي برضه والوعي اني اخلي يعني بالي من عيالي بيلعبوا في الشارع او يقعدوا مع ناس ما يعرفهمش وكلام من دوت ده اللي يبقى موجود. لازم البلطجه كمان ان كل شويه تعمل الشرطه حملات في بعض هذه المناطق وتفتش على الاسلحه والاشخاص المشبوهين وتعتقلهم اعتقال يعني محترم وتطبق عليهم قانون الطوارئ. احنا مش عامل قانون الطوارئ عشان واحد بيحط فيسبوك، لا انا عايزه علشان اللي بيعمل اجرام في حق المجتمع والمواطنين. لما انا هد بيوت الناس الغلابه ديت يعني بيت عائله المرحوم السيد حرام، ولازم انا بتمنى ان المجتمع المدني المصري والوزارات المعنيه لا تترك عائله السيد خالص، وارجو ان بعد هذا البرنامج وزاره الشؤون الاجتماعيه تعمل حاجه وتعمل معاشات ويتعامل وزاره التعليم في البنت تعليم البنت ديت برضك يعوها واخته اللي محتاج، لان كان الرئيس كان بيتكلم على موضوع النظر واللي عندها احتياجات خاصه. صحيح. فاعتقد هي من الحالات ايضا اللي محتاجه تركيز من الحكومه المصريه. وانا بضم صوتي لصوت الدكتور سعيد صادق يعني في مساله ضروره رعايه اسره الشهيد سيد شهيد الشهامه اللي انقذ وتصدى لوحوش كاسره كانوا عايزين يعتدوا على سيدة مصرية. نتمنى أنه أولا أخت سيد من ضمن تستفيد من الحملة اللي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، وهي حملة نور حياة لمعالجة ضعف وفقدان البصر. الرئيس مبارح قال أنه 2 مليون مصري ومصرية هيستفيدوا من هذه المبادرة الرائعة اللي أطلقها صندوق تحيا مصر. نتمنى أن نكون شقيقة الشهيد الشهم سيد، هي إحدى هؤلاء المستفيدين من هذه الحملة. نتمنى أيضا وينضم صوتنا لصوت الحاج شعبان أنه يعني العدالة تأخذ مجراها ويكون في عدالة ناجزة بإذن الله علشان الحاج شعبان وعلشان أسرة الشهيد سيد، قلبهم يبرد يعني. وطبعا أنا مقدر مشاعر الحاج شعبان ومقدر الكلام اللي هو بيقوله. نتمنى من المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات المجتمع المدني أنهم يبصوا على اللي عمله أحمد، لأنه يعني اللي عمله أحمد فعلا يعني شهامة ما بعدها شهامة. أعاد 250 ألف جنيه لأصحابها رغم أنه كان ممكن محدش لا من شاف ولا من دير ياخد هذا المبلغ. نتمنى أنه فعلا أنه أحمد ينظر إليه بعين الرعاية. محمود احنا عرفنا انه الفريق مهاب مميش كرمك وادالك وظيفه في هيئه قناه السويس، احنا بنتوجه بالتحيه لسيد الفريق مهاب مميش ونتمنى لك التوفيق في حياتك محمود. احنا سعداء جدا بوجودكم معنا، للاسف كان المفترض ان احنا ناخد وقت اطول لكن للاسف مش هنقدر. انا بحييكم وبشكركم، شكرا جزيلا، بشكر حضرتك دكتور سعيد. وبعد الفاصل هنتكلم مع كريم إسماعيل كيف يكسب الإنسان قلوب وثقة الآخرين، يعني إيه دخل قلبي من غير استئذان، إيه الإذن المطلوب لدخول القلوب بعد قليل.